ما يكون بينهم من التدافع والتنازع والاختلاف والشقاق الذي يؤدي حتى إلى القتال، جعل الله عز وجل معيته للمتقين، فهم الموصولون بحبل الله المتين، وهم المستنيرون بنوره المبين، وهم السالكون لصراطه المستقيم. فلذلك وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين. ففي معرض الأمر بالجهاد والدعوة إليه يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من أجل هذا كان السلف الصالح يتواصون بتقوى الله سبحانه في هذه المقامات التي يتعرض فيها المسلمون لبطش عدوهم، فإنه لا يجرأ هذا البطش عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لذلك أي سبب إلا تقواه. فعندما جند الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأجناد لمقاومة إمبراطورية فارس، وكانت هي الإمبراطورية الأولى في العالم آنذاك، كانت وصيته للجند وقائده بتقوى الله. فقد جند الأجناد وجعل على رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقدم إليه نصيحته البالغة التي يقول فيها: أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة في الحرب وأقوى المكيدة على العدو. وأوصيك ومن معك من الأجناد بأن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجند وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، فإن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن في سيركم عليكم من الله حفظة، يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل إذ عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لي ولكم. نعم، هذه النصيحة البالغة كانت هي القوة الفاعلة التي تضاءلت أمامها القوى المادية، فلم تلبث أن تهاوت أمامها قوة الحديد والنار، لأنها قوة موصولة بالروح، فهي صلة بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى الذي يملك الأمر كله والذي يصرف الكون كما يشاء. فلذلك كتب الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لهذه الفئة القليلة التي خرجت في سبيل الله. ولئن كان الأمر كذلك فإن الأمة الإسلامية اليوم على كثرتها الكافرة هي أحوج من ما تكون إلى الاعتصام بحبل التقوى، فإن أعداء الأمة يتربصون بها الدوائر ويكيدون لها المكائد ويخططون لها الخطط، لا يقصدون إلا دمارها ونسفها، ولا عاصم إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، على أن تقوى الله تقتضي الوحدة والألفة بين عباد الله المسلمين. ولذلك نحن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الجمع ما بين الأمر بالتقوى والاستمرار على الإسلام الحنيف وبين الأمر بالوحدة والاعتصام بحبل الله والتحذير من الفرقة والاختلاف. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن نرى الأمر بالتقوى بجانب الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. ثم في هذا السياق يذكر ما هو أمان للمؤمنين وما هو أمان لأعمالهم، إذ هو سياج حافظ لهذه الأعمال وهو واق لهم من التردي والانزلاق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم عطف العنان مرة أخرى على التحذير من التفرق والاختلاف عندما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالأمة إذن هي بحاجة إلى هذه الوحدة الرابطة ما بين هذه القلوب، وهي بحاجة إلى هذه الألفة، وهي بحاجة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في كل جزئية من جزئيات الحياة، وهي بحاجة إلى التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، لأنه بالتآمر بالمعروف وبالتناهي عن المنكر تكون الولاية الرابطة بين قلوب عباد الله المؤمنين. فالله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعنى هذه الولاية أنهم يتوادون وأنهم يتناصرون، وأن كل واحد منهم يشعر بمشاعر الآخرين. وبين أركان هذه الولاية أو أسبابها فقال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نعم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج واق لأعمال المؤمنين من النشوز والخروج عن حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى هنا حتى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأجل أنهما ضمان لاستمرار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واستمرار طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعتصموا بحبل الله المتين، واحرصوا على ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفر الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأشكره، وأتوب إليه من جميع الذنوب وأستغفره، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يعلم أن تقوى الله تعالى تجاوب من الإنسان مع نظام الكون، فإن الكون بأسره منقاد لأمر الله وخاضع لحكمه، يسير وفق نواميس معينة جعلها الله سبحانه وتعالى سننا دائبة في هذه الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والإنسان عندما يكون متقيا لله سبحانه يكون متجاوبا مع هذا النظام العام، ويكون مشدودا إلى هذا النظام، بينما هو إذا شد عن تقوى الله خرج عن هذا النظام.
ولذلك يكون الصدام بينه وبين الكون. ثم بجانب ذلك فإن تقوى الله سبحانه مما يجعل الإنسان منسجما في حركته بين الجزء الاختياري الكسبي والجزء الاضطراري الفطري. فإن للإنسان حركات فطرية لا يمكن أن يتصرف فيها، ولكن عند ما يخرج هذا الإنسان في حركاته الكسبية الاختيارية عن هذا النظام يكون بينه وبين نفسه نشاز واضطراب واختلاف، فيكون الانفصام في شخصية الإنسان. أما عندما يكون متقيا لله سبحانه وتعالى فإنه يكون متجاوبا مع هذه الحركات الفطرية الاضطرارية في نفسه. ولا ريب أن تقوى الله سبحانه وتعالى من حيث مدلولها الشرعي تشمل كل فعل وكل ترك مما يؤمر به الإنسان، فما يؤمر بفعله يدخل في تقوى الله، وما يؤمر بتركه يكون تركه أيضا من تقوى الله. وإن كان مدلول التقوى من حيث اللغة هو الترك والاجتناب، يقال اتقى الشيء بمعنى تجنبه، ولكن المدلول الشرعي لتقوى الله سبحانه وتعالى يتناول جانب الترك وجانب الفعل حسب ما يقتضيه أمر الله سبحانه وتعالى. بل يندرج في مدلول التقوى أيضا الإيمان نفسه، ولذلك وصف الله تعالى المتقين بالإيمان عندما قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونجد أنه سبحانه وتعالى بين صفات البر التي يتصف بها الأبرار من عباده، وبين أن هذه الصفات تنطوي على الإيمان وتنطوي على الأعمال وتنطوي على الأخلاق. ثم بعد ذلك وصف هؤلاء الأبرار بأنهم هم المتقون، فمعنى ذلك أن التقوى تعني استجماع هذه الخصال بأسرية. إذ الله تعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهؤلاء هم الصادقون وهم المتقون. فتقوى الله سبحانه وتعالى إذن تشمل هذه الجوانب كلها. وكذلك مما يدل على ذلك قوله سبحانه قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء الذين يجمعون بين هذه الخصال هم المتقون حقا. فلنحرص أيها الإخوة المؤمنين على أن نكون في زمرة المتقين الذين يتصفون بهذه الصفات ويحرصون عليها كل الحرص، بحيث يترسمون خطى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتهم ويسيرون في مسلك خلفائه الراشدين وسائر الصحابة الذين ساروا على نهجه عليه أفضل الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا عباد الله واحرصوا على ما يقربكم إلى الله زلفى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه إذ قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واقطع اللهم دابر دابر أعداء الدين واستأصل شافتهم أجمعين. اللهم شرد بهم في البلاد وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طاووا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم سوط عذاب وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشيائهم من قبل، واجعل بأسهم بينهم شديدا، وخلص لهم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من قهر أعدائك الكافرين. اللهم ربنا استخلفنا في أرضك كما استخلفت من قبلنا من عبادك المؤمنين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وأبدلنا بخوفنا أمنا، وبذلنا عزة، وبفقرنا غنى، وبتشتتنا وحدة، واجمعنا على كلمتك، وألف بين قلوبنا بطاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم أغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الآثام، وبك عن من سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تمن على هذا البلد وسائر بلاد الإسلام بالخير والأمن والأمان والإطمئنان، وأن توفق قيادته لكل ما يرضيك، وأن تجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم أبرم في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر صلاح ورشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرعك، وتنفذ فيه أحكامك، ويتبع فيه كتابك، ويقتدى فيه بنبيك صلى الله عليه وسلم، وتقام فيه حدودك. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إنك ربنا على كل شيء